أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكا. النهاردة بتتكرر مشكلة كتيرة يا جماعة، لأن أنا في وسط المشكلة ناس كتير يقول لي ده أنا لسه جايب الريموت واتكسر، لسه واخده منك الأسبوع اللي فات واتكسر. الريموتات الصيني اللي هي الشعبية يا جماعة مصنوعة من بلاستيك زي ما احنا شايفين كده، ناشف، بلاستيك ناشف بيتكسر بسهولة. طبعا الأطفال بينقلوه من إيد لإيد، بيرزعوه بيحدفوه لبعض، ممكن يحطينه على كنبة نقعد عليه نكسره، حاجات كتيرة بتخلي الروموتات تتكسر بسرعة. طب نعمل ايه احنا عشان نقلل من الحوادث دي؟ طبعا العمل اللي انا هعملها دي بتنفع على الروموتات كلها، سواء الروموتات اللي هي الاتش دي او الروموتات العادية القديمة او ريموت الشاشات اللي هو بيبقى اغلى شوية، او حتى الريموت اللي هو الاصل الغالي واحنا عايزين نحافظ عليه. نعمل ايه عشان نحافظ عليه ونقعد فترة كبيرة ما نجيبش ريموتات؟ هنفتح الجهاز كده يا جماعة، مثلا بدعوه فرنة او باي آلة زي سكينة او بآلة زي دي كده اللي بنفتح بيها الريموتات او الموبايلات. بنفتح كده يا جماعة اهو، ونجيب ده كده، نعمل الطريقة دي معانا كده يا جماعة. دي ورقة اللي بيجي فيها الريموت، او حتة مش ورقة بلاستيكية يعني، او كيس بلاستيك زي ما احنا شايفين كده. هنعمل بالطريقة ديك زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. هنجيب قلم زي ده اهو، ونحاول ناخد شكل الريموت اهو كده، اهو كده يا جماعة، كده اهو خدنا شكل الريموت. بعد كده نجيب بقى ايه زي ما احنا شايفين مقص، ونقص بقى ايه دوت، هقصه بقى ايه وارجع لكم عشان ما نطولش الفيديو. زي ما احنا شايفينه يا جماعة قصيناها بشكل الريموت اتنين. هناخد واحدة كده اهو، نشد كده يا جماعة، ونجيب اهو ونحطها بالطريقة دي كده هوك اهو، بس طلعت طويلة شوية. طبعا هنقصها لحد اهو كده يا جماعة، اهو كده زي ما احنا شايفين كده، ونجيب نقطة امير، نقطة بس، نقطة اهو يا جماعة، ادي الامير اهو، نجيب كده ادي اهو، والتانية النقطة التانية هنا كده اهو كده يا جماعة، ونثبت شوية ونثبت شوية لحد ما ايه لحد ما تنشف اهو، وارجع لكم بعد ما تنشف. خلاص يا جماعة لزقناها كده الحتة البلاستيكية دي. نجيب التانية بقى الغطا، ونجيب زي ما احنا شايفين كده اهو، ونقطع بالطريقة دي، هقطع كام واحدة وارجع لكم تاني السفنجاية ديك. بعد كده يا جماعة قطعت اللي احنا شايفينه ده كده السفنج اهو كذا قطعة، وامر الفراغات دي كده اهو بالطريقة دي علشان امنع واملى الفراغ اللي جوه وامنع ان هو يتكسر. طب ما انت يا حبيبي ده سفنج طاري، ده سفنج طاري هيعمل ايه؟ هيمنع الكسر. لازم تكون حاجة ناشفة جوه علشان تمنع ان انا ادوس عليه يتكسر، لان لما بدوس عليه بيتكسر وبيتفشخ، يعني تلاقيه كده كل جزء فيه في روح في حتة. طب نعمل ايه كده؟ هنملى الفراغات دي زي ما احنا شايفين، وبسرعة هنجيب مادة غيرة، اي غيرة، غيرة ابيض، غيرة مش عارف ايه، نجيب انبوبة امير بس بسرعة. محتاجين كده اهو الاتنين، هنفتحهم مرة واحدة اهو يا جماعة كده، بصوا اهو وبسرعة اهو كده
مراجع معه، وبعد كده اروح قافل عليها، اروح قافل مطرح ما هقفل كده يا جماعه، اهو اهو كده قفلت عليها ضغط السفنج، اروح ماسكه شويه كده لحد ما ينشف السفنج عشان ياخد قالب الرموت من الداخل ويفضل يتجمد من الداخل اهو يا جماعه اهو، واسيبه شويه كده ينشف، طبعا ما ارفعش ايديا، واسيبه ينشف شويه. خلاص يا جماعه نشف الحمد لله واتجمد، والسفنج اللي حطيناه جوه بقى عامل زي الحجر، خد الطابع بتاع الريموت من الداخل، وطبعا تقل، تحس ان هو تقل شويه، وتحس ان هو جمد، وهيقلل ان هو يتكسر بسرعه يعني. ارجو ان تكون دي فكره مفيده، بس برضو يعني الامانه برضو احسن من استخدام الامير، لان الامير بينشف بسرعه مش هلحق اقفله، فاحسن استخدم الغير الابيض او اي صمغ بياخد وقت شويه، واقفله واحط على السفنجه اللي انا حطيتها برضو طبقه تاني من الشفاف، عشان برضو لو حبيت افكه واصلحه ما يلزقش في البورده الغيره، ويبقى سهل معايا، والسفنجه اللي جوه تاخد الشكل العام بتاع الرموت من تعرجات، وبالتالي مش هيبقى فيه فراغ جوه، لو دوست عليه مش هيتكسر. أرجو أن أكون قلت فكرة مفيدة، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.